صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الجلسة الصباحية من صفحة تكمل العربية على فيسبوك، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. في البداية خلينا نحذركم من المخاطر اللي موجودة عندنا بسوق الفوركس وبأسواق المال بشكل عام. بهذه الجلسة حاب أنه أقوم بتغطية مباشرة على معظم العملات الرئيسية وخاصة أزواج الباوند أو أزواج الباوندات. بالنسبة لنا طبعا أزواج الباوند دولار هن من الأزواج اللي عم نشهد إذا بدكم ضعف لألهم بضمن هذه الجلسات، عم نشهد تراجع للباوند مقابل الدولار الأمريكي. هل يا ترى الدولار الأمريكي هو سبب القوة أو عم نقدر نشهد إذا بدكم تراجع من وراء التشنجات اللي عم تحصل عنا من وراء بريطانيا وخروج بريطانيا وطبعا التصويت النهائي خلال شهر ماي؟ فبالنسبة لنا طبعا نعرف انه طبعا تم اذا بدكم تعديل الفترة الزمنية من قبل تريزا ماي وعطوها لجون يعني شهر القادم. فشو ممكن نتوقع لهذه الجلسات؟ شو ممكن نتوقع للباوند دولار لكل الباوندات اللي هو الباوند ين للباوند نيوزيلندي للباوند استرالي والباوند ين؟ بالنسبة لهذه الجلسة وفي البداية بدي مر على الباوند دولار، لكن ولكن قبل ما ابتدي بالتحاليل التقنية على الرسوم البيانية وعلى منصة التداول حاب انه مر على زوج الدولار اندكس. الدولار اندكس من طبعا الازواج الرئيسية اللي يعتبر ملاذ امن بالوقت الحالي. الدولار الامريكي عم بيتألق قرب اعلى مستوياته، عم بيداول قرب مستوى 98 دولار. عم نلاحظ انه هذه المستويات هي تعتبر اذا بدكم اول تايم هاي بالنسبة تقريبا من اول سنه 2018، من يناير من جنوري 2018. هذا الارتفاع وصولا الى مستوى 98 دولار ما في شيء عم بوقفه. ممكن انه نكفي الاتجاه العام الصاعد، ممكن انه نكفي تسجيل قمم جديده وصولا الى المنطقه المهمه جدا اللي كانت موجوده عندنا بالسابق اللي هي تقريبيا منطقه اذا بدكم تقريبا ال 100 او ال 105 خلينا نقول. بالنسبه لنا طبعا هذه المناطق اللي هي كانت مناطق تعتبر مهمه جدا لزوجة الدولار الامريكي، طبعا من المتوقع اذا في حد نرجع نوصل لها ممكن نرجع نستهدف مستوى 99.90. فمع ارتفاع الدولار الامريكي، وهذا هو السيناريو اللي كنا تكلمنا عليه من جلسات او من بعض جلسات لورا، وكنا قلنا انه الضغوطات السلبيه على اليورو دولار وايضا على الاسترليني وعلى اسعار الذهب ممكن تكفي في اذا بدكم الجلسات القادمه. في البدايه خلينا نمر على الجي بي بي يو اس دي لنشوف الجي بي بي يو اس دي شو ممكن نتوقع عليه، خلينا نقول او المناطق اللي ممكن تكون اذا بدكم مهمه جدا اللي بتمثل مناطق دعم. بالنسبه لهذا الرسم البياني خلينا نشوف انا وياكم على رسم بياني اليومي. الباوند دولار وصل الى مستويات ال 126.64 وهلا عم بيتداول قرب ادنى مستوياته باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه. وصوله الى مستوى ال 76.4% رح تبتدي اذا بدكم الامور تتغير، رح نبتدي نشهد بعض الاشارات الانعكاسيه عليها. هلا هذه المنطقه بغض النظر عن مستوى 76.4% وبين مستوى 88.2%، هذه المنطقة هي منطقة تعتبر منطقة دعم رئيسي. مش من الضرورة أنه نشهد ارتفاع أو إشارة انعكاسية، خلينا نقول يعني إشارة انعكاسية مثل ما بيقولوا change in trend إذا بتكون، أو اتجاه يصير صاعد بدل هابط، لا، ولكن أقله ممكن نشهد إشارة انعكاسية أو ممكن نشهد إذا بتكون ارتداد بموجة تصحيحية. عم نشوف أنه الباوند دولار عم بيسجل على الرسم بيني اليومي اكثر من 10 شموع حمر. هل يا ترى من المفترض انه نحن الشموع الحمر المتتاليه نقدر نرجع نتوقع شمعه خضراء اقله من هذه المستويات اللي هي المنطقه الصفراء؟ مستوى ال 126 10 رح تكون اذا بدكم نقطه دعم مهمه جدا، 1.2610 126 10، هذه المناطق اللي هي منتظره للباوند دولار لنبتدي نشهد اشاره انعكاسيه. استاذ احمد صباح الخير. استاذ مهدي انا بخير ان شاء الله، انتم طبعا التداول والامور كله تمام معكم. بعرف انه السوق صعب عم بيكون بعض الشيء، ولكن نحن هلا في انتظار اذا بدكم موجه اندفاعيه. بعرف انه السوق ومع انخفاض العملات الرئيسيه عم نبتدي اذا بدكم نشهد خلينا نقول موجات اندفاعيه غريبه بعض الشيء، لانه ما عندنا موجات تصحيحيه عم بتكون، ولكن هذه الموجات اندفاعيه. كنت حددت لكم انا بالسابق على انه هذا الليدنج دياجونال او المثلث ميل على هبوط هو لقبناه بالموجه رقم واحد، وهذا الارتفاع هو موجه رقم اثنين، ونحن هلا في صدد انتهاء الموجه رقم ثلاثه قرب مستوى ال 76 او ال 88.2%. استاذ محمد اهلا وسهلا فيك.
بالنسبة لدورة فيبوناتشي كلاستر، اوكي رح نتكلم او رح اذا بدكم نبتدي بالويبينارز القادمة، مش بالجلسات الصباحية ولكن بالويبينارز المسجلة. رح يكون عندي جلسة عن اليوت ويفز، عن موجات اليوت، رح يكون عندي جلسة عن فيبوناتشي، رح اتكلم بجلسة عن السوينج تريدينج. سوينج تريدينج اللي هي بنقدر نتكلم فيها على مناطق شراء وبيع، اذا بدكم بالنسبة للقمم والقاعان اللي ممكن توقعها. فبالنسبة للباوند دولار، طبعا هذه المستويات المنتظرة اللي ممكن توقع منها إشارة انعكاسية ما قبل إذا بتكون تفكير بالشراء أو بالبيع عن جديد. فالمرحلة التصحيحية ممكن نوصل أقله لمستويات 128-128.50. هذا الشيء شو ممكن يؤثر على الباوندات، أو خلينا نقول على أزواج الباوند، يعني عم نتكلم على الباوند النيوزيلندي، على الباوند أسترالي، أو على الباوند ين. في البداية خلينا نمر على الباوند ين. الباوند ين اصلا كنا شاهدنا ايضا تراجع من وراء جلسه امس، وهذه اذا بدكم السوينج او هذا الارتفاع اللي ادى الى اشاره انعكاسيه بشكل سريع، ولكن رجع السوق ارتد منا بشكل مفاجئ. هل يا ترى هذه الاشاره هي اشاره ايجابيه او مجرد موجه تصحيه لتكمله اتجاه الهابط؟ بالنسبه لليورو دولار، اذا بتعرفوا وبتشوفوا الرسوم البيانيه السابقه، اليورو دولار كنا توقعنا له ارتفاع من مستوى ال 111.51، وهذا الارتفاع كان تقريبا عم نلقبه بالموجه رقم 2 اللي هي بشكل 3 موجات تصحيحيه اي بي سي. فبالنسبه لنا الموجه رقم 2 بجلسه امس اللي هي كنا توقعناها، وهذا الارتفاع المفاجئ، طبعا لازم نعزز مراكز البيع، وصلنا الى مستوى ال 111.11 ومستوى ال 110.70. فبكل بساطه الارتفاع لليورو دولار اللي شاهدناه، خلينا نمر على زوج اليورو دولار بشكل سريع. هذا الارتفاع الحاد اللي شاهدناه هي اللي قبناها بالموجة رقم 2، وهلا نتوقع انخفاض الموجة رقم 3 بالاتجاه الهابط. ونفس الشيء على الباوند دولار او على جميع ازواج الباوند دولار، يعني هذا الارتفاع ما في شك انه طبعا كان ضمن التحاليل التقنية لارتفاع موجة تصحية بسيطة ما قبل تكملة اتجاه الهابط، ولكن ليست إشارة انعكاسية. وبالنسبة للباوندات أيضا، للباوندين على سبيل المثال، نفس الموضوع، عم نتكلم على الموجة الرابعة، خلينا نقول يعني 1 2 3 الموجة الرابعة قد انتهينا منها على مستوى ال 141.90، وهلا نحن في انتهاء اذا بدكم او في صدد انخفاض الموجة الخامسة لزيادة مستوى ال 138 وحتى ال 137. الفيبوناتشي اللي عم نعرضها على الباوند ين عم تعطيني مستويات ال 61.8% اقرب نقطة دعم اللي هي على مستوى ال 138.50. فاذا نحن بدنا ننتظر اشاره انعكاسيه من مستويات محدده، ما عندي غير حل على انه انتظر الباوند ين الى مستويات ال 138.50، ومن هنيك بنرجع بنشوف اذا عندي اشاره انعكاسيه لموجه الصحيه، او حتى اشاره انعكاسيه لاتجاه عام صاعد عن جديد. فما حدا يفكر بالشراء لجميع ازواج الباوندات، حتى الباوند ين اللي هو طبعا من المفترض انه يكون هلا ضمن موجه الصحيه، ومن وراء الهيكلية اللي منخفض فيها، أو من وراء إذا بدكم هذا النمط اللي هو على شكل إذا بدكم مثلث، موجة A B، وهلأ نحن في صدد انخفاض الموجة C. بالنسبة للباوند أسترالي والباوند نيوزيلندي، بنمر عليهم. برجع أستاذ أنتو، بنمر على الفضة على الأربع ساعات. باوند أسترالي، الباوند أسترالي أيضا عم نشوف إذا بدكم انتهاء الموجة الخامسة على هذه القمة. شو اللي بأكد انتهاء الموجة الخامسة؟ على طول بتعرفوا أنه الموجة الرابعة هي الموجة التصحيحية ضمن الموجات الخمسة. يعني لما نحن نشوف موجة على هذا الشكل بشكل مثلث ميل على هبوط، ونشوف التقلبات الضخمة فيها بهذا الشكل، طبعا فورا بنحددها على أنه هي الموجة الرابعة. إذا حددنا على أنه إذا حددنا الرقم 4 على هذه الموجة، يعني الموجة السابقة هي الموجة 3، وهون عندي 1 2 تمام. فبكل بساطة الموجة الأخيرة اللي تم تسجيلها هي الموجة الخامسة. ارتفعنا بشكل 5 موجات 1 2 3 4 و 5. هلا نحن في صدد انتهاء إذا بدكم الموجة التصحيحية اللي هي A B C W X و Y. ما في شك أنه وصول الباوند أسترالي إلى مستويات 178 أو 179 منتظرة، ولكن الهيكلية ما راح تكون بشكل إذا بتكون هابط أو بشكل ضخم أو بشكل سريع، وإنما الانخفاض راح يكون بهذا الشكل اللي هي A B C، اللي هي تقريبا تلقب بموجة W تمام. هذه أول موجة اللي هي ثلاث موجات تصحيحية،
ومن ثم نتوقع ارتفاع الموج واي، وهون راح تكون اذا بدكم الاشاره الانعكاسيه والمفاجاه الاكبر للمضاربين، لانه راح يتوقعوا اذا بدكم اشاره انعكاسيه على الباوندات، ولكن هي فقط موجه صحيه ما قبل انتهاء الموجه الثالثه اللي هي دبليو اكس واي، عفوا اكس هون بدل واي. اوكي، وهلا نتوقع انخفاض واي عن جديد لزياده مستوى ال 179، ومن هونيك بنرجع بنفكر بشراء. فبعدنا ضمن إشارة سلبية وضمن ضغوطات سلبية لكل الباوند دولار ولجميع أزواج الباوندات. بالنسبة للباوند نيوزيلندي نفس السيناريو عم نتكلم عليه للباوند نيوزيلندي، هذه الموجة من القاع للكمة بكل بساطة كان عندي إذا بدكم موجة تصحية، هذا الارتفاع هو ارتفاع تصحيحي. أوكي، طبعا من وراء هذه الموجة التصحيحية اللي هي تلقب إذا بدكم بنفق ميل على ارتفاع أو بأبورد شانل تم اختراقه بالنسبة للأزواج الباوندات، تم اختراقه عم نتداول هلأ تحتها، فبهذه الحالة هي طبعا إشارة سلبية، ونتوقع تكملة اتجاه الهابط لزيارة نقاط إذا بدكم نقاط أهم اللي هي نقاط دعم على سبيل المثال الكعان اللي ارتفعنا منه. فأول نقطة عنا 190.49، 189.27، وحتى 185.63. هذه المناطق اللي ممكن نبتدي نفكر فيها إذا بدكم فرص شراء، ولكن ليس قبل. فبهذه الحالة ما حدا يفكر أيضا بشراء الباوند نيوزيلاند. خلينا نمر على الفضة على الأربع ساعات. أستاذ مهدي، طبعا الكراش النزول الحاد اللي عم تتكلم عليه على الباوند دولار وارد جدا جدا جدا، لأنه هذا الضعف إذا بدكم عم بيؤدي إلى ارتفاع زخم البيع عند المضاربين، وعم بيخرجوا إذا بدكم الثقة عند المضاربين، وطبعا ثقتهم بالاسترليني دولار أو بالباوند دولار طبعا عم بتزول مع الوقت، وطبعا من وراء التشنجات أو من وراء الأخبار اللي ما حدا بالبرلمان عم يقدر يقوم بتحليله أو عم بيقدر يحل هذه الأزمة إن كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو لا. فبالنسبة لنا انخفاض حاد بالنسبة للباوند دولار مقابل جميع الأزواج موجودة، وهذا الريسك أو هذه المخاطر إذا بدكم بعدها موجودة. يعني الهدف ال 21 طبعا ممكن يكون إذا بدكم بشكل سريع أو بشكل إذا بدكم مفاجئ، إذا في حال صدر عنا خبر سيء جدا على الباوند دولار ممكن يجيب مستوى ال 121 بشكل كراش. اوكي، خلينا نمر على الفضه، على الفضه XAGUSD، عم نتكلم على الفضه عم تتداول قرب ادنى مستوياتها على رسم بيان الاسبوعي. ما في شك انه ما عندي اي طلب او اي اشاره مفاجئه ممكن نشهدها بالنسبه لاسعار الفضه. التداول قرب ادنى مستويات الفضه، ما في شك انه هلا نحن في صدد اذا بدكم زياره عن جديد القاعان اللي تم تسجيلها عندي، مستوى 76.4% اغلقنا تحته، هذه إشارة سلبية، وطبعاً ما في شك أنه ما عندي شيء ممكن يهدي أسعار الفضة ما قبل إذا بدكم زيارة مستويات وقعان جديدة للأسف. مستوى 161.8% على مستوى 1250 قلت لكم راح تكون مستويات مهمة جداً ومغرية جداً إذا في حال بدنا نفكر الشراء على المدى الطويل طبعاً وعلى الأمد الطويل. 1250 من هنيك بنرجع بنفكر بشراء سعر أونصة الفضة لإعادة امتحان مستوى الـ 24 دولار والـ 25 دولار. يعني العلاقة الإيجابية بين الفضة والذهب بعدها موجودة. ارتفاع سعر أونصة الذهب من مستوى 1240 و 1230 رح تكون مغرية جدا 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 لنا للدخول فيها. فعند وصول سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1240 و 1230 بدنا نشوف سعر أونصة الفضة وين رح تكون. يعني نحن بالنسبة لنا سعر أونصة الفضة ما عنا أي تحاليل تقنية ممكن تعطينا بكل بساطة إشارة أو نقطة أو هدف أو مستوى معين لازم ندخل أو نعزز مراكز الشراء منه. وبكل بساطة نحن في انتظار تراجع سعر أونصة الذهب لإعادة امتحان مستوى 1230-1234، ومن هونيك منشوف سعر أونصة الفضة وين رح يكون ومنفكر بالشراء عن جديد. الفضة أربع ساعات استاذ أنتو، نحن كنا عم نتوقع إذا بدكم هذا النفق الميل على هبوط أو مثلث ميل على هبوط، بكل بساطة نتوقع أنه تكون إشارة إيجابية. هلأ ما في شك أنه هذه النقاط نقاط دعم، يعني عندي هذه النقطة عندي هون عندي هون،
خلينا نقول انه هذه المناطق مهمه جدا اللي عم يرتد منها الفضه، ولكن بكل بساطه الموجات بطلت اذا بدكم تفيدنا بهذه الاماكن الحساسه، وايضا هذا النفق ميل على هبوط عم بدل على ضعف بالزخم وليس اذا بدكم مثلث ميل على هبوط، يعني ما انه فولينج واتش وانما هو النفق ميل على هبوط، هو داونورد شانل، وهذه اشاره سلبيه اكثر واكثر لتكمله اتجاه الهابط. هذه بالنسبه للفضه الكادين النيوزيلنديان. الكادين شو عم بصير عندي على الكادين استاذ محمد؟ اوكي الكادين ومع ضعف الدولار كاد، يعني عم نتكلم على ضعف الدولار الامريكي مقابل الكندي، فهذا بيؤدي الى ارتفاع الكاد او جميع الازواج اللي بيبتدوا بالكندي. تمام بالنسبه لنا اي بي سي دبليو اكس 1 2 3 4 5، إشارة انعكاسية في بوناتشي إكسبانشن لهذه المناطق، مستوى 100% almost تقريبا تم لمسه إذا بدكم من قبل الكاديان. خلينا نفوت على رسم بين الأربع ساعات 2 3 4. أوكي 1 2 1 2 3 4 5 3 4، الموجة الرابعة، فمن نستعمل في بوناتشي من الموجة رقم 2 الموجة رقم 3. استاذ محمد الكاديان عنده مستوى مهم جدا لازم ياخذه بعين الاعتبار، ولازم اذا بدكم يكون خط فاصل للسيناريو الايجابي والسلبي. اتوقع تكمله اتجاه الصاعد للكاد مقابل الين لوصولا الى مستوى 82 78، هذه المستويات المنتظره اللي منا رح نرجع نقرر اذا في حال بدنا نرجع نعزز صفقات البيع، وباخذ بعين الاعتبار انه هذه الموجه الصاعده هي الموجه الرابعه وهون الموجة 3 1 2. تمام فبهذه الحالة من المتوقع إذا في حال نحن بعد ما في صدد ارتفاع الموجة الرابعة التصحية، يعني بعد عنا missing leg أو موجة ناقصة للموجة الخامسة قرب مستويات 80 وحتى 79، ولكن كرمال نرجع نفكر بهذا السيناريو والضغوطات السلبية لازم نرجع نركز على مستوى 82 78، هذه المستويات اللي هي من خلالها نرجع نقرر إذا في حال رح نكفي اتجاه العام الهابط أو حتى رح نبتدئ إذا بدكم بإشارات إيجابية. اوكي اليورو ين والنيوزيلندي ين، استاذ احمد النيوزيلندي ين NZD JPY. النيوزيلندي ين ما في شك انه بعد عندي ضغوطات سلبيه، هذه المنطقه الافقيه اللي دخلنا فيها منا ابدا منطقه ايجابيه، هذه الضغوطات السلبيه عم داخلين بمنطقه افقيه تلقب بالموجه اذا بدكم التصحيه WXY او ABC كحد اقصى، اذا في حال ممكن نرتفع للنيوزيلندي ين ممكن نرجع نزور اذا بدكم قمم ال 72 30 كحد اقصى، يعني هذه المستويات المنتظرة إذا في حال بدنا نرتفع بشكل مفاجئ مقابل تكملة اتجاه الهابط عندي مستوى 72 31 للنيوزيلنديان. وطبعا بأخذ بعين الاعتبار طبعا موجات اليوت بكل بساطة، نحن ضمن الموجة الرابعة اللي هي ويف اي، دخلنا بمثلث بويف بي ونتوقع ارتفاع ويف سي بشكل مفاجئ ما قبل تكملة اتجاه الهابط. هلا ممكن انه المثلث يكون على شكل اي بي سي دي اي او خمس موجات تتضمن اذا بدكم هذا المرحلة او هذه المنطقة الافقية اي بي سي دي اي، فممكن يكون قد انتهينا من هذا الارتفاع ونبتدي بموجة هبوط ضخمة اذا في حال السيناريو هو سيناريو مثلث، واذا في حال السيناريو هو ثلاث موجات تصحية مستويات 72 31 هي المستويات المنتظرة لتعزيز صفقات البيع، ونكون خلصنا المخاطر على النيوزيلندي ين، ولكن تكمل اتجاه الهابط متوقع. اليورو ين، استاذ علي صباح النور. اوكي طبعا استاذ احمد الجاب مش من الضروره انه يغلق الجابات، تمام عم تتكلم على نيوزيلندي ين انت، انه في عنا فجوه سعريه على هذه المستويات، وطبعا ممكن تكون عم تتغطى الجاب ولكن مش بالوقت الحالي، فمن وراء يعني انخفاض بالموجه الاخيره اللي هي الموجه الخامسه ومن وراء اشاره انعكاسيه ممكن ترجع تتغطى الجاب او الفجوه السعريه ويكفي اتجاه الصاعد، فالفجوه السعريه لاحقا اذا بدكم ام اجلا طبعا رح يتم تغطيتها ولكن مش بالضروره بالوقت الحالي، فممكن يكون عندي بعد موجه اخيره ميسنج لاج موجه هبوط ما قبل ارتفاع عن جديد وتغطيه هذه الفجوه السعريه. اوكي بالنسبه لليورو ين شو عم بصير عنا على اليورو ين؟ نفس السيناريو تقريبا مثل الباوند ين ولكن اقل اذا بدكم اذيه مثل ما بيقولوا، يعني الباوند ين باستعمال في بوناتشي اكسبانشن تم الوصول
الى مستويات مهمه جدا اللي هي مستوى 125%. فاتوقع ان اليورو ين ما راح يكون عنده موجه هبوط مثل الباوند ين. يعني استرلين ين او الباوند ين توقعنا الهبوط بعد اكثر واكثر لتثبيت مستوى ال 125 وال 161 وحتى تقريبا يعني اكثر من 161%. ولكن اليورو ين وبحكم طبعا انه الباوند عم ينخفض اسرع من اليورو دولار، فبهذه الحاله نتوقع انه اليورو ين يكون وصل الى مناطق مهمه جدا وممكن انه نحافظ على هذه المنطقه الافقيه اذا بدكم، ونرجع نتداول قرب القاعان ما قبل تكمله اتجاه الصاعد. فيعني مع تراجع الباوند ين او الباوند مقابل الين مش من الضروره ان نشهد ايضا تراجع لليورو ين، فممكن ان ندخل بمرحله افقيه. ما في شك انه الموجات الاندفاعيه المنتظره ليس وقتها هلا بالوقت الحالي، يعني لا تتوقعوا موجة اندفاعية أو ترند خلينا نقول 300 و400 و500 نقطة. يعني لو حتى بدنا نتوقع ارتفاع لليورو ين من هذه المستويات، لا أتوقع أنه بالوقت الحالي ممكن نبتدي بهذه الموجة الصاعدة. تمام؟ هلا بالنسبة لليورو ين أنتم عم بتشوفوا على رسم بيانة الساعة، يعني كنا مبارح أو بجلسة أمس كنا توقعنا هذا الارتفاع. هذا بالنسبة للنفط. هذا بالنسبة لليورو ين كان عند مستويات 122.89. كنت رسمت هذا الرسم البياني وكنت حددت على أنه الموجات التصحية الاندفاعية، يعني أنا أولاً بحددها على أنها تصحية ما قبل أخذ القرار على أنه هي طبعاً ممكن تكون اندفاعية. فاليورو ين كنت توقعت له ارتفاع من مستوى 122.89 وصلنا إلى مستوى 123.58، وهذه المستويات قلت إذا في حال تم اختراقها ممكن نكفي اتجاه العام الصاعد او حتى ممكن نرجع نبتدي اشاره انعكاسيه. هلا مستوى ال 123.58 اذا بدكم تم اختراقه، وصلنا الى مستوى ال 123.73، فهلا رجعنا عم نعمل شيء يلقب باعاده امتحان او شيء يلقب بالريتست. شو يعني ريتست؟ يعني عم نتكلم على منطقه هون كان عندي مناطق مقاومه، اوكي؟ فبكل بساطة تم اختراقه، إعادة امتحانه، ممكن تكمل اتجاه الصاعد، ولكن اتجاه الصاعد ممكن يكون محدود ونرجع ندخل بمرحلة أفقية. أوكي دكتور خليل أهلا وسهلا فيك. اليورو باوند، اليورو باوند أتوقع أن وصل إلى مستويات مهمة جدا. اليورو باوند طبعا مع هذا الارتفاع وهذا الارتفاع الضخم إذا بدكم، اللي هو طبعا عم نشهد أكثر من 10 شموع خضرة وراء بعض، وباستعمال فيبوناتشي إكسبانشن اللي هي من آخر قاع، وبأخذ بعين الاعتبار على أنه هذا الارتفاع هو ارتفاع تصحيحي، تم ملامسة مستوى الـ 125% بالضبط بالوقت الحالي. هذا مستوى الـ 125%، أتوقع تراجع من هذه المستويات أقله بثلاث موجات ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، إذا في حال نحن في اتجاه عام صاعد أو حتى تكملة اتجاه الهابط. ولكن الموجات التصحية اللي هي ABC متوقعة من المستويات الحالية لإعادة امتحان مستوى 0.86-86، يعني مستويات انخفاض مستوى تقريبا 100 نقطة أو 150 نقطة من المستويات الحالية ما قبل التفكير بسيناريو آخر وسيناريو جديد. هذا بالنسبة لليورو باوند. اوكي استاذ سعد محمد صباح الخير، صباح النور. الجي بي بي اس دي كنا تكلمنا عليه، الجي بي بي اس دي نتوقع ضعف وتراجع الباوند دولار وتكمل اتجاه الهابط لزياره اذا بدكم مستوى 126.10، ومن هنيك رح نرجع نفكر بموجات تصحيحيه. تمام، فمستوى 126.10 منتظر 1.2610 ما قبل التفكير بموجات تصحية أو حتى بإشارات انعكاسية. هذه المستويات المنتظرة للباوند دولار، وطبعا هذا الانخفاض الضخم هو سبب الموجة رقم 3، لأنه عندي leading diagonal. leading diagonal هو مثلث ميل على هبوط يلي ارتفاع، طبعا الموجة رقم 2، هذه الموجة رقم 1 2، وهلأ نحن في صدد انخفاض الموجة رقم 3. فعلى المدى الوسط للطويل موجة تصحية لأسعار الجي بي بي اس دي من المستوى 126.10 إلى 158 رح تكون الموجة الرابعة، يعني ليست إشارة انعكاسية لاتجاه عم صاعد على المدى الطويل، وإنما هي الموجة الرابعة ما قبل تكملة اتجاه الهابط. فأتوقع أنا من وراء قرار الاتحاد أو البرلمان يعني خلال شهر مي، هلأ يعني انتهى شهر مي، عندي شهر جون كحد أقصى، ورح يكون التصويت لخروج بريطانيا أو بقاء
بالاتحاد الأوروبي، أتوقع انهيار للباوند دولار لزيارة وإعادة امتحان مستوى 121. سبب ارتفاع أمس أستاذ سعد أنا بقدر حلله تقنيا هي موجة صحية بسيطة، تمام، ما عندي أي خبر. مش من الضرورة أنه كل إذا بتكون ارتفاع أو انخفاض يكون له أسباب سياسية أو أسباب خلينا نقول اقتصادية، وأنا ممكن يكون عندنا إذا بتكون خروج هاتش فاند أو بنك مركزي من مراكز البيع، يعني جني الأرباح أو تيك بروفيت، هذا الشيء بيؤدي إلى إشارة انعكاسية بشكل مفاجئ. فبالنسبة لنا التحاليل التقنية بتكون إذا بدكم الدعم لها أو خلينا نقول تحاليلها فقط على أنه نحن بحاجة إلى موجة الصحية، تمام، يعني من وراء ارتفاع ضخم وانهيار الباوند دولار هذه الموجة فقط كانت موجة صحية ما قبل تكملة اتجاه الهابط. هذه الموجة أظن أنه تكون صح هي 23.6% في بناتش من هذا الانخفاض كله، تمام. المؤشرات الانديكيترز اللي موجوده عندنا على منصه التداول بعض الاحيان لازم ترتاح من وراء انخفاض ضخم، لازم ترتاح لتقدر تكفي اتجاه العام الهابط. عندك الار اس اي، عندك المؤشر القوى النسبيه، عندك الام اي سي دي، عندك البولينجر بانز، لازم ياخذوا اذا بدكم راحتهم ما قبل تكمله اتجاه الهابط. المؤشرات تعطي تشبع بيع على جميع العملات، هل حان وقت الانعكاس؟ مش بالضرورة استاذ مهدي، الانعكاس او المؤشرات لازم لها تعديل، وانتم عارفين كتير منيح على انه الاشارات او المؤشرات اللي موجودة عنا على منصة التداول مثل الار اس اي والمومنتوم والام اي سي دي والستوكاستيك وجميع المؤشرات لازمها تعديل، لانه بالاتجاه العام الهابط وبداونورد ترند لازم طبعا يعني المؤشرات بتعدل نفسها، وانتم عارفين ان احنا بنعدل الارقام كرمالها تكون مناسبه اكثر واكثر. يعني عندي انهيارات اضخم بكثير على رسم بيانة الشهري او الاسبوعي، لما ابتدينا بانخفاض اليورو دولار من مستويات 137 وصولا الى مستوى 102، ما كان عندي مؤشرات، ما كان عندي اشارات من مؤشرات، ما كان عندي اشارات انعكاسيه، كنا عم ننظر للمؤشرات فقط كنا عم نشوف اذا بتكون يعني انخفاض دموي لليورو دولار، وهذا الشيء ما أدى إلى إشارات انعكاسية، وخاصة لو حتى المؤشرات الموجودة على منصة التداول عطتنا بعض الإشارات التصحية أنه لازم يبتدي يرتفع السوق. فهذا الانخفاض بسيط جدا على اليورو دولار، فممكن أن نكفي اتجاه الهابط وما في شيء بيمنعه. نحن كمحللين تقنيين نتوقع أن هذه الموجات التصحية هلأ اللي قادمة على العملات الرئيسية مش من المستويات الحالية، نتوقع بعد ضعف أكثر ومن ثم نرجع نتكلم بموجات تصحية. هذه بالنسبة لجلستنا اليوم، كنا مرينا على معظم الأزواج والعملات الرئيسية، ما رح طول عليكم أنا أكثر، ولكن توقعوني بجلسة بعد الظهر اللي هي رح تكون جلسة تعليمية، وطبعا بالجلسات القادمة رح يكون عندي إذا بدكم بعض الإشارات الانعكاسية اللي هي ممكن نقدر نستفيد منها بفرص استثمار، ورح يكون عم بنقلكم إياها أكيد. بالنسبة للدولار الأمريكي تكملة اتجاه الصاعد متوقعة. بالنسبة للأجندة الاقتصادية اليوم 22 ماي عندي أخبار الـ FOMC أو الـ Crude Oil Inventories، طبعا بالنسبة لمخزون النفط في الولايات المتحدة، والـ FOMC Minutes المساء، فتوقعوا بعض التقلبات على الدولار الأمريكي وأيضا على أسعار النفط. انتبهوا من هذه إذا بدكم التقلبات، أعرضوا وقف خسارة بأماكن حساسة وما تمتدوا أكثر وأكثر بالخسائر لا سمح الله إذا موجودة. أنا بتمنى لكم نهار مثمر وأكثر من رائع للجميع. من شركة تكمل مباشرة كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزار ظهرية، إلى اللقاء.